السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث. والبداية من تطورات العدوان على غزة، حيث طالبت منظمة المطبخ المركزي العالمي بفتح تحقيق مستقل بجريمة مقتل 7 من عمالها بغارة إسرائيلية استهدفتهم قبل أيام في غزة. الاحتلال اعترف بالجريمة، وقالت قيادة جيشه إنها بصدد فتح تحقيق في الحادث. وتعرضت تل أبيب لانتقادات من حلفائها الغربيين الذين طالبوها باتخاذ إجراءات تضمن سلامة العاملين في عمليات الإغاثة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. في سياق متصل، كشف طبيب إسرائيلي يعمل في معتقل سيدي تيمان في صحراء النقب والذي أقامه الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة، كشف النقاب عن الظروف القاسية والمأساوية التي يعيشها المعتقلون، وأشار إلى عمليات تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين. أرحب بأستاذ القانون والسياسة معي هنا في الاستوديو دكتور نهاد خنفر. دكتور نهاد، الكل يطالب بالتحقيق حتى الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد بأن إسرائيل ستقوم بتحقيق نزيه وشفاف ومستقل طالما أنها اعترفت منذ اليوم الأول بأنها قامت بقصفها العمال الإغاثة خطأ؟ لا، إسرائيل لن تحقق لأنها لا ترى أن من واجبها التحقيق أو القيام يعني بأي نوع من التحقيقات المستقلة والنزيهة، لأن الولايات المتحدة بالرغم من مطالبتها بهذا التحقيق إلا أنها تبقي على دعمها المتواصل لدولة الاحتلال، والحديث طبعا لبايدن الذي قال بأنه يعني مفطور القلب على هذه الحادثة، ولكن ذلك لا يعني أن الدعم الأمريكي سيتوقف لدولة الاحتلال. إذن هناك ضغط أساسي من قبل الولايات المتحدة كان يعني متوقعا، ولكن الرئيس الأمريكي فند هذا الضغط وقال بأن الأمور ستجري كما كانت يعني مع دولة الاحتلال، وبالتالي طالما أن الضغط الأمريكي غير موجود إذن التحقيق لن يكون موجودا أيضا. هذه المطالبات ليست من واشنطن فحسب، بل من الدول التي ينتمي لها عمال الإغاثة. مطالبات من أستراليا، من بريطانيا، الولايات من المتحدة، هولندا. دولة الاحتلال لا تقيم وزنا حقيقيا إلا للولايات المتحدة، ونحن نعرف بأن نتنياهو يعمد إلى تصعيد لهجته ضد الإدارة الأمريكية ذاتها، ونرى بأن أعضاء مجلس وزرائه اليمينيين أيضا يهاجمون الولايات المتحدة، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة والتناقض معها هدف أساسي لنتنياهو حتى يقوم طبعا بإطالة عمره السياسي ومحاولة كما نقول التكييش الانتخابي على ذلك. وبالتالي هذه الحالة من الصدام المؤقت ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعني الكثير حقيقة، وهذا يقودنا إلى بقية الدول. بقية الدول كل اللغة التي تم الحديث بها باستثناء بعض المنظمات المتواجدة في هذه الدول هي كانت لهجة حكومية رمادية مائعة لا تمت في الحقيقة لممارسة أي ضغط حقيقي على إسرائيل. وهل سيبقى ذلك التنديد بهذا الحد؟ يعني هؤلاء لهم أسر، هذه منظمة دولية، عندما يقوم الاحتلال باستهداف هذه المنظمة، وكما قال اليوم يعني المنظمة قالت، منظمة المطبخ العالمي قالت، الاحتلال يستهدف منظمتنا بشكل ممنهج. إذا ما ثبت ذلك، هل سيبقى رد الفعل بهذه الحدود المحتشمة؟ لا، هناك تغييرات لا شك. أنا لا أقول بأن الضغوط لا تتراكم على إسرائيل. هناك مثلا رئيس الوزراء البريطاني خرج يعني عن كل الأنماط السابقة في تصريحاته بالأمس عندما انتقد بشكل حاد ما تقوم به دولة الاحتلال، ووجه انتقاد صارم لنتنياهو على اعتبار بأن الحكومة البريطانية الآن أصبحت أمام حقيقة قانونية من المحامين والمستشارين القانونيين للحكومة الذين يتحدثون عن اختراق للقانون الدولي من قبل إسرائيل، مما يعرض بريطانيا لأن تكون شريكة من ناحية قانونية في هذا الموضوع. وقد لاحظت بالأمس أيضا أن هناك بيانا موقعا من 600 شخصية أكاديمية وقضائية في هذه الدولة في بريطانيا،
وعلى رأسها ثلاثة من أهم القضاء، قضاة المحكمة العليا أو قضاة المحكمة الدستورية، الذين تحدثوا بلهجة حاسمة بأن بريطانيا كان يجب عليها أن تتوقف في الشراكة في تزويد إسرائيل بالسلاح بناء على قرار محكمة العدل الدولية التي قالت بأن هناك أسباب كافية للاعتقاد بأن إبادة جماعية تتم في قطاع غزة. وبالتالي هذه الأصوات، معروف في بريطانيا أن القضاء السابق واللاحق، يعني من يقوم بعمله على رأس عمله، ومن كان قد خدم في القضاء لا يبدي آراء سياسية، لكن البيان الذي صدر ويتصدر الثلاثة من المحكمة الدستورية السابقين هم في الحقيقة تحدثوا بشكل عالي وقالوا لم يعد هناك متسع من الوقت للصمت على التواطؤ الحكومي البريطاني، وعلى الحكومة البريطانية أن تتوقف عن ذلك. فأعتقد أن اللهجة تتغير ولا بد أن تتغير، لكن الأنظار كلها إلى الموقف الأمريكي. معي من واشنطن من الولايات المتحدة الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية أستاذ خالد الترعاني. أستاذ خالد أهلا بك. أستاذ خالد، كيف تنظر للموقف الأمريكي إزاء قيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عمال الإغاثة؟ يبدو بأن الإدارة الأمريكية واثقة بتحقيق إسرائيلي مستقل. نعم، يعني أنا الحقيقة واحد من هؤلاء الأشخاص الذي تعب كثيرا من الانتقادات الحادة والانتقادات شديدة اللهجة والمطالبة بتحقيق شفاف، ثم المطالبة بتحقيق مستقل. يعني بصير الهيدلاين، بصير الخبر الرئيسي إنه الآن الولايات المتحدة تنتقد بشدة الإجراءات الإسرائيلية. الحقيقة يعني إحنا في المحصلة النهائية الإبادة الجماعية مستمرة كل يوم كل شهر. الرئيس الأمريكي يتحدث عن أنه لن يقبل بأن يتم اجتياح رفح بدون أن تقدم دولة الاحتلال الإسرائيلي خطة قابلة للتحقق منها، ولكن على مدى الشهرين مرة هم يوافقوا، مرة الأمريكا توافق ثم يرفضوا، ولكن الذي هو مستمر ولا يتوقف أبداً هو الإبادة الجماعية اليومية التي تمارس الإسرائيلي. فأنا يعني الموقف الأمريكي والحديث عن الموقف الأمريكي، أخي إحنا أنا لنا أن ندرك أن الولايات المتحدة وسياستها هي استمرار احنا مضطرين استاذ خالد، يعني احنا مضطرين كاعلاميين وانت ايضا كباحث انه نتناول الموقف الرسمي. يعني لذلك عندما يقول البنتاغون، وانقل لك حرفيا ما قاله البنتاغون امس، اوستن اعرب لجالانت عن غضبه ازاء مقتل عمال منظمه المطبخ العالمي، عن غضبه، وحثه على اجراء تحقيق شفاف وسريع بمقتل هؤلاء. يعني هذا البيان الرسمي، كيف نترجمه؟ غضبه، يعني ماذا بعد غضبه؟ غضب على جالانت، ماذا فعل؟ كيف ترجم الغضب؟ نعم، نترجمه على أنه هو رسالة للداخل الأمريكي، رسالة للناخبين الأمريكيين. في النهاية هؤلاء يتعاملوا مع سياسة محلية، وكما يقال كل السياسة هي سياسة محلية. ولكن دعني أقول لك ما الذي حصل يوم الثلاثاء. الذي حصل يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى غضبه بسبب قتل عمال الإغاثة هؤلاء. ثم جاء جيك سوليفان وقال إسرائيل اعتذرت ونحن نقبل اعتذار إسرائيل ونقبل أن إسرائيل أخطأت واعترفت بخطئها. ثم جاء المستشار آخر للرئيس وقال أننا لن نضع على رقبة إسرائيل سيف الشجب دائما، إسرائيل قالت أنها أخطأت وهذا كافي. في نفس اليوم الذي تحدث الرئيس عن أنه غضبان، في نفس اليوم كان هناك انتخابات تمهيدية في ولاية ويسكونسن، وخسر الرئيس الأمريكي جو بايدن 48 ألف صوت، وهو ضعف الأصوات التي ربحها في، يعني هو ربح في 2020 بفارق 20 أو 22 ألف صوت، خسر يوم الثلاثاء في نفس اليوم 48 ألف صوت في انتخابات تمهيدية ليس له فيها منافس. إذن الرئيس الأمريكي جو بايدن واضح أنه يعني منسلخ تماما. والسؤال التالي، كيف سيؤثر هذا على سياسة بايدن فيما تبقى من العام؟ هل سيغير الدفة؟ هل سيمارس
ربما ضغوطا حتى على الأقل يخفف الحدة الانتقادات الموجهة له من بعض الديمقراطيين. السيناتور بيتر وولش يقول إن واشنطن تتحمل مسؤولية وقف تمويل استراتيجية حكومة نتنياهو التي قتلت المدنيين وعمال الإغاثة، هل سيستمع له؟ نعم، يعني هو الرئيس الأمريكي أو مستشاري في الحملة الانتخابية يعتقد أن الخطاب يعني عندما يعني يتحدث بحرارة وبحميمية رئيس جو بايدن كأن هذا سوف يغني عن التغيير في السياسة، لأنه في نفس اليوم في يوم الثلاثاء الذي تحدثنا عنه في نفس اليوم كان هناك مدعوين من العرب والمسلمين إلى إفطار في البيت الأبيض، واضطر البيت الأبيض إلى أن يلغي الإفطار بسبب أن المدعوين رفضوا الحضور، رفضوا أن يتناولوا الإفطار مع رئيس جو بايدن. يعني كل هذه الرسائل أليست كافية؟ ثم يأتي أقول لك يعني عندما يتواصل معنا نحن كحملة مقاطعة بايدن ومحاولة إسقاط رئيس جو بايدن وجعله رئيس لفترة واحدة، يتواصل معنا بعض الأعضاء من الحزب الديمقراطي ويقولوا أنتم سوف تأتوا بترامب وترامب سوف يعني نهاية الديمقراطية. طيب كلام خطير. نعم، ماذا تقولون؟ الإبادة الجماعية وتعشقون إسرائيل أكثر مما تعشقوا الديمقراطية الأمريكية، لذلك أنتم غير مستعدون لأن تغيروا من السياسة، من سياسة دعم الإبادة الجماعية، وكأنني أنا من المفروض أن أصوت لك، يعني وكأنك أنت اشتريت صوتي مثلا، أو أنه أنت يعني عندك entitlement، مش عارف إيش حكي entitlement، تفويض أن عندك تفويض أنك تأخذ صوتي بدون مقابل. لا، أنت يجب أن تستحق صوتي، يجب أن تؤدي ما عليك كي تحصل على صوتي ولا تحصل على صوتي بشكل مباشر. نعم، دكتور نهاد، كيف ترى الأمر؟ الرئيس بايدن ألا يبدو بأنه يغامر بخسارة البيت الأبيض لصالح أيديولوجيته التي يعترف بها بأنه صهيوني وسيدعم إسرائيل حتى النخاع؟ لا، هو أبعد من ذلك، هو بالإضافة للبعد الأيديولوجي، أنا أعتقد بأن الدولة العميقة وليس الإدارة الديمقراطية فقط، الدولة العميقة في الولايات المتحدة يعني بأجهزتها الأمنية والعسكرية والسياسية هي تقوم بهذا العمل من خلال طبعا التأكيد على أن العلاقة عضوية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي كل الرسائل التي تأتينا وتبث حول العالم تقول بأن الولايات المتحدة يعني على استعداد لأن تخسر أي منافسات انتخابية بين الحزبين حتى، وأن الموضوع ليس له علاقة بالانتخابات، هو له علاقة بمسائل أبعد بكثير من كون أن الرئيس بايدن سينتخب أم لا ينتخب. وبالتالي نجمع الالتزام الأيديولوجي لبايدن وإدارته أيضا، لأن الإدارة مليئة يعني بالملتزمين بالحركة الصهيونية الذين يعلنون أنفسهم كصهاينة سواء يهود أو غير يهود، والبعد الآخر هو ما تقدمه الدولة العميقة كرسالة للعالم أجمع بأن هذه الدولة هي دولة ترتبط معنا بعلاقة عضوية، هي امتداد للولايات المتحدة ولسياستها الخارجية، فالحفاظ عليها وتبرير جرائمها هو حفاظ على السياسة الخارجية الأمريكية وتبرير لها، وبالتالي هي تقدم الحماية اللامحدودة لكل هذه السياسات. ويعني بالكاد نرى أي مواقف باستثناء بعض المواقف التي يبدو أنهم اعتقدوا بأنها ستكون جزء من عمليات التجميل الانتخابية، ولكن واضح أن هذه العملية تبدو يعني متقلبة من فترة إلى أخرى. ولا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية حتى بعد يعني الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن وتمرير القرار الأخير في وقف إطلاق النار، حتى لا نرى بأن هناك أي آثار حقيقية لهذه الإدارة بممارسة الضغط، باستثناء استغلال عملية رفح أو تأجيلها أيضا كجزء من عمليات التجميل الانتخابية. ولكن سؤال أستاذ خالد، اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، هل كله داعم لهذه الحرب على الشعب الفلسطيني؟ هل كله داعم لحرب الإبادة؟ أيباك مثلا، يعني هل هي تقف وراء بنيامين نتنياهو على طول الخط؟ نعم، يعني إذا نظرنا إلى الولاية ويسكونسن التي صوتت يوم الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية،
وجدنا أن الشباب في الجامعة في جامعة ويسكونسن صوتوا بنسبة 58% ضد الرئيس جو بايدن. 71% من شباب الحزب الديمقراطي حزب الرئيس جو بايدن هم ضد أو معارضون لسياسته باتجاه الاحتلال الإسرائيلي وتعامله مع قضية الإبادة الجماعية. لو وجدنا أن 55% من كل الشعب الأمريكي ضد، فأنا برأيي أن جو بايدن يقامر ويعني يغامر بأن الأكثر بهذه القضية العرب والمسلمون سوف ينسوا من هنا إلى نوفمبر، وأنه سوف يتم تخويفهم بترامب. وهذا الحقيقة يعني سمعناها من الرئيس مباشرة، وسمعناها من أيضا من مستشاري، أن يعني ترامب سوف يكون أسوأ لكم وما إلى ذلك. هذا من جهة، ولكن أيضا التعويل على النسيان. وأيضا يعني استطلاعات الرأي التي أتت بها وكالة غالوب الشهيرة والعريقة الأسبوع الماضي، وقالت أن مستوى المعارضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ازدادت بخلال 3 أشهر الماضية بنسبة 18%، بمعنى أصبح ضمن الحزب الديمقراطي، بمعنى 75% الآن من الحزب الديمقراطي هم ضد الاحتلال أو معارضون، دعني أقول ليسوا ضد بالضرورة، ولكن معارضون لسياسة الاحتلال الإسرائيلي. الشيء الآخر المثير للاهتمام بهذا الاستطلاع الرأي هو أنه عندما سئلوا عن أين يصنفوا هذه القضية في الأولويات عندما يصوتوا، بمعنى ما الذي سوف يجعلني أصوت لهذا المرشح أو لذاك، هل هذه القضية الفلسطينية أو قضية الإبادة الجماعية هي في من الأولويات؟ كان العدد الأغلب منهم قال ليست من الأولويات، بمعنى الاقتصاد والبيئة والوظائف وما إلى ذلك. وبالتالي أستاذ خالد، اللوبي الإسرائيلي يعني إذا ما شدد بايدن لهجته أو مثلا وضع قيودا على تصدير الأسلحة لإسرائيل، هل بالضرورة سوف يخسر اللوبي الإسرائيلي؟ هو الرئيس جو بايدن لم يضع أي قيود على تصدير الأسلحة لإسرائيل، على العكس، هو في الأسبوع الماضي تم تصدير أو اعتماد تصدير قنابل تزن 1000 باوند، يعني طن بالباوند للاحتلال الإسرائيلي. يعني ماذا تحتاج إسرائيل؟ لماذا تحتاج مثل هذه القنابل؟ لم يبقى شيء في غزة، وما زال هذا الرئيس يعني يتحدث من جانبي فمه، مرة يقول أنه غاضب ويعني لا يريد أن يرى مدنيين يقتلوا، ومن جانب الآخر يقدم للاحتلال الإسرائيلي ما يريد، ويقدم لهم طائرات F-35، ويقدم لهم 13 مليار دولار من المساعدات. يعني هذا كم هائل من المال في الحقيقة، يعني في دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فيها تأمين صحي وطني شامل يعني لكل المواطنين، بينما الولايات المتحدة ليس فيها هذا. دعني أقول لك، المتقاعدين العسكريين في الولايات المتحدة يحتاج أحدهم لأن يقدر 6 أشهر، يعني كما يقال أمريكا تجوع نفسها من أجل أن تشبع إسرائيل. ابقى معي أستاذ خالد، الآن نعود إلى إسرائيل. مراقبون غربيون يرون بأن صورة إسرائيل في الغرب تحديدا اهتزت، وبعد هذه الجريمة الكبرى التي ترتكبها في غزة لن تستطيع ترميمها بسهولة. ما تقديرك؟ تقديري بأن هذا كلام دقيق في حقيقة الأمر، لأنه يأخذ أبعادا عميقة. الآن نحن نرى غليان الشارع. لندن تحولت طبعا إلى مركز عالمي لمناهضة إسرائيل ومناهضة السياسات الإسرائيلية، لكن أعتقد بأن أوروبا بشكل عام قد أثبتت بأن صورة إسرائيل انتهت كدولة ديمقراطية كانت تعربد على العالم والمنطقة بديمقراطيتها وتتبجح يعني كدولة لأنها واحة للديمقراطية تماما، كونها يعني تتبنى الديمقراطية، وبالتالي يبرر لها كل إخفاقاتها وخروقاتها للقانون الدولي أو لمجموعة القوانين التي تدعمها المنظومة الدولية. لكن بشكل عام أنا أعتقد ليس على مستوى الشارع، حتى بعض النخب السياسية سواء في المعارضة أو في الأحزاب الحاكمة بدأت تدرك
إدراك أنا أعتقد لا تراجع عنه بأن إسرائيل لا يمكن الآن الدفاع عنها وعن مواقفها، وبأن هناك مجموعة واسعة جدا من الأطياف السياسية والاجتماعية وحتى التي تعمل يعني في مجال البيئة والتغير المناخي وغيره، هذا الآن يتحدث لأنه الآن يتم الحديث مثلا عن إبادة البيئة في قطاع غزة، وهذا تتبناه بعض المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون البيئة. الأمور تتوسع في كل الاتجاهات لمناهضة إسرائيل وللحديث عن الكم الهائل من التضليل الذي مارسته إسرائيل منذ تأسيسها كديمقراطية وحيدة في المنطقة. وبالتالي موضوع الترميم ليس في الحقيقة موضوع 10 سنوات أو 15 قادمة. إسرائيل لن تعود كما كانت قبل 7 أكتوبر بالنسبة لوجهة النظر الغربية والأوروبية، وخاصة هنا في بريطانيا. أستاذ القانون والعلاقات الدولية دكتور رائد أبو بدوية معي من جنين، وأسألك دكتور رائد، عندما يتم الحديث في بريطانيا ومن قبل حزب المحافظين عن احتمال إعلان إسرائيل دولة مارقة، فماذا يعني هذا بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل وبريطانيا وكذلك إسرائيل والغرب عموما؟ لا أعتقد أن رئيس الوزراء البريطاني بيهدد في موضوع أنه يعلن إسرائيل دولة مارقة أو دولة تنتهك القانون الدولي، هذا بجوز من باب عساس الضغط عليه على نتنياهو من أجل إدخال مزيد من المساعدات وما إلى ذلك. بعتقد في الوقت راح تدخل إسرائيل بعض المساعدات الزيادة في قطاع غزة، صح راح يتراجع رئيس الوزراء هذا البريطاني عن هذا الموضوع، لأنه الإعلان هذا الأمر يرتب فكرة وقف تصدير الأسلحة وما إلى ذلك وكل الأدوات العسكرية للجانب الإسرائيلي. وبعتقد يعني هذا خلال مكالمة هاتفية ما بين سوناك وما بين نتنياهو، أعتقد نتنياهو وعده في أنه يدخل مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، كما وعد الجانب الأمريكي أيضا أنه يدخل مزيد من المساعدات. ولكنك تعلم بأنه لن يفعل دكتور رائد، على الأغلب يعني لن يفعل، وبريطانيا ومعظم دول الغرب يعني محكومة بالقانون، هناك استشارة قانونية أجرتها الحكومة البريطانية، حزب العمال المعارض يطالب الحكومة بالإفصاح عن هذه الاستشارة. الاستشارة باختصار تقول بأن استمرار تصدير الأسلحة في ظل حرب الإبادة هو انتهاك للقانون البريطاني والدولي. صحيح، وانت بتعرف انه سوناك تجاهل هذه الاستشارة والحكومة الأمريكية البريطانية تجاهلت هذه الاستشارة لفترة من الوقت، هي خرجت للإعلام حديثا. أنا بعتقد أنه موضوع إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة راح يقوم به نتنياهو، مش يعني مش خدمة لسكان قطاع غزة، إنما استرضاء لحلفائه المركزيين اللي هم الأمريكان تحديدا والبريطانيين، استرضاء له حتى يأخذ الضوء الأخضر في استمرار عمليته العسكرية وتحديدا في رفح. وبالتالي هو ممكن فعلا أنه يسهل عملية دخول المساعدات، ولكن سيحصل على ثمن مقابل اللي هو ضوء أخضر لاجتياح رفح واستمرار عمليته العسكرية. عشان هيك أنا بقول لك ممكن أنه يدخل مزيد من المساعدات ويخفف عن السكان، ولكن ستبقى ورقة السكان وتجويع السكان، ستبقى ورقة ضغط وورقة سياسية وعسكرية استخدمها نتنياهو فيما يتعلق في التعامل مع صفقة الأسرى مع حركة حماس. أنا يعني ممكن، خاصة بتعرف أن الأمريكان ركزوا على موضوع وتحفظاتهم الأساسية فيما يتعلق في اجتياح رفح وتحفظ إنساني وجوانب إنسانية، وبالتالي لا يمكن لنتنياهو أن يقوم بأي عمليات عسكرية في رفح إلا بضوء أخضر أمريكي، وأعتقد أن الضوء الأخضر راح يأخذه بس بشريط موضوع المعونات والاحتياجات السكانية في القطاع. وهنا أسأل الأستاذ خالد ترعاني، هل فعلا أمريكا هي التي تشجع إسرائيل على حتى عملية رفح على الرغم من خطابها الذي يقول إنها ضد العملية حتى الآن، عندما يقول السيناتور الديمقراطي كريس كونز سأصوت لصالح فرض شروط على المساعدات لإسرائيل إذا أمر نتنياهو الجيش بدخول رفح؟ يعني وكأنه رفح يستخدمها بنيامين نتنياهو كفزاعة وللتغطية على ما يجري من جرائم أخرى. نعم، يعني أنا أعتقد أن لوجهة نظر في هذا الموضوع قد تختلف عن الكثيرين. أنا باعتقادي أن هذه البالونات الحرارية وبالونات الاختبار التي مرة يطلقها نتنياهو ومرة يطلقها
الجانب الأمريكي عن أنه هناك موافقة أو غير موافقة. الحقيقة القائمة أن الاجتياح يتم ولكن بالقطعة، الإبادة الجماعية تتم بالقطعة بدل أن تكون بالجملة من خلال القتل بشكل يومي. يعني كل يوم هناك من 60 إلى 100 شهيد في رفح، هناك استهداف للمستشفيات، ما زال هناك استهداف للطواقم الإغاثية، الطواقم الطبية، استهداف للصحفيين. يعني هذه المماطلة التي استمرت منذ شهرين، الموت من الجوع واستخدام الجوع كسلاح في الحرب الذي هو جريمة أيضا بالقانون الدولي، هذا مستمر منذ شهرين. فلماذا نحن يعني نأخذ الطعم من إن كان من سوناك ولا من جو بايدن أو من السياسيين الأمريكيين أو السياسيين الأوروبيين؟ لأنهم سوف يشجبوا أو سوف يعني يعلقوا أو الحقيقة القائمة أنهم شركاء الآن، شركاء الآن من خلال رفضهم لأن يكون هناك أي إدانة دولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، محاكمات في محكمة الجنايات الدولية وليس محكمة العدل الدولية، يعني بالإضافة إلى محكمة العدل الدولية أقصد، أن لا يكون هناك توقف. يعني سوناك يهدد أنه قد يأخذ بعين الاعتبار أنه سيضع إسرائيل بأنها مخالفة للقانون الدولي. إسرائيل خالفت القانون الدولي عندما قتلت 35 ألف فلسطيني، يعني لا يحتاج أن يكون هناك بريطانيين كي يقتلوا حتى يكون هناك هذا الشجب وهذا الغضب البريطاني. لا يعني لسنا بحاجة لأن يكون هناك واحد أمريكي يقتل حتى يكون هناك غضب أمريكا. هناك 35 ألف فلسطيني، 20 ألف رجل طفل وامرأة قتلهم الاحتلال الإسرائيلي. إذا هذا لم يستفز إنسانيتكم فلسنا بحاجة إنسانيتكم. يعني فلتخلعوا ورقة التوت الأخرى عن سوءتكم هذه عندما تتحدثون عن حقوق الإنسان الفلسطيني. الإنسان الفلسطيني ينتهك، الإنسان الفلسطيني والطفل الفلسطيني يموت من الجوع اليوم وأمس وكل يوم وغدا سيموت من الجوع، بينما أنتم يعني تحكون رأسكم وتفكرون كيف سوف تراعوا مشاعر الاحتلال الإسرائيلي، إذا كان شجب أم كان شجب شديد اللهجة أم كان غضب أم كان تحقيق شفاف أم هو تحقيق مستقل. اذهبوا إلى الجحيم أنتم وهذه السياسات التي قتلت الأطفال الفلسطينيين وما زالت تقتلهم كل يوم في غزة. شكرا لك الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية أستاذ خالد طرعاني. يعني هذا الغضب دكتور نهاد ألا يبدو مبررا؟ لأنه بالنهاية الحرب ما زالت مستمرة، القتل ما زال مستمرا. طبعا طبعا، لأن إسرائيل والولايات المتحدة عموما تتبعان ما يعرف في الأدبيات الحربية وأدبيات الحروب بسيكولوجية الحرب. هي لديها استراتيجية، هذه الاستراتيجية يجب أن تخلف أحزانا وآلاما عميقة لدى كل الناس، والذين نسميهم بالأدبيات الشعبية الحاضنة الشعبية للمقاومة. يعني يجب أن تصل هذه الرسالة ليس فقط للغزيين ولا للفلسطينيين في الضفة الغربية، يجب أن تصل للبنان وسوريا والأردن ومصر. هي في الحقيقة رسالة نموذجية لأن تتعلم بقية الشعوب بأن هذه الدولة عمرها طويل، وجدت لتبقى بحماية مطلقة من الرعاة الأساسيين لهذه الجريمة المفتوحة، لأن وجود إسرائيل منذ 75 عاما كان عبارة عن جريمة مفتوحة لم تتوقف أصلا. لكن كل هذه المصطلحات التي نستخدمها الآن والتي تعبر عن الغضب هي حقيقة كانت ضمن عملية استراتيجية متواترة منذ الإعلان عن قيام دولة إسرائيل. يعني لم تتوقف الجريمة وستستمر الجريمة، لكن أنا أعتقد أن المطلوب سيكولوجيا هو التأثير على عموم المنطقة وليس فقط على قطاع غزة. وهذا هو سؤالي الأخير لك دكتور رائد أبو بدوية. عندما يعطى الحبل لإسرائيل يمد على الغارب كما يقال وتتمادى بقصف قنصلية لدولة ذات سيادة هي إيران، تقصفها في دمشق وتدمرها تماما، ألا يبدو بأن الغطاء الغربي لإسرائيل يدفعها إلى مزيد من التمادي وقد يصل الأمر إلى إشعال المنطقة برمتها؟ طبعا، وهذه مصلحة الغرب كله، أمريكا والدول الغربية هي مصلحته مع وجود إسرائيل ومع دولة إسرائيل، هي القاعدة الغربية التي تحمي المصالح الغربية في الشرق الأوسط.
حتى لو شفنا آخر زيارة لجالانت شفناها كيف لما راح الولايات المتحدة، كنا نتوقع أن يكون في هناك ردة فعل وتجديد أمريكي على موضوع السلاح وما إلى ذلك، ولكن شفنا بالعكس، شفنا هناك كرم أمريكي في موضوع السلاح، ويبدو أنه الطائرات الاف 35 وغيرها من كميات الأسلحة والقنابل والذخائر التي يعني زودتها أمريكا لإسرائيل منذ 7 أكتوبر حتى اليوم وبعد زيارة جالانت تحديدا، أعتقد أنه لم يكن الهدف منها فقط غزة، أعتقد أنه الهدف منها هو شيء شرق أوسطي أوسع. يعني لا يعني لا أتكهن ولا أتوقع أنه يكون هناك في حرب إقليمية، ولكن واضح أنه الإسرائيليين ومن ورائهم الأمريكيين يخططون شيء أوسع من موضوع قطاع غزة يتعلق في موضوع لبنان تحديدا، وقد يمتد إلى مناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط. يعني إحنا لا نتوقع، شفت كيف مثلا روسيا لما اقترحت مشروع قرار في مجلس الأمن عشان موضوع القنصلية الإيرانية في سوريا وقفت لها، مش بس أمريكا، أمريكا وقفت وفرنسا وقفت وبريطانيا وقفت في مجلس الأمن ضد مشروع هذا القرار. وبالتالي أنا لا أعتقد أن الغرب سيتخلى بالمطلق عن هذه الدولة وعن هذا الكيان، يعني سيبقى يدعم إلى ما دامت المصالح الموجودة ولن يسمح لهزيمة هذا الكيان حقيقة. أنا مش متشائم، ولكن لغة المصالح في عالم السياسة وجود مواضيع في العالم الغربي فيما يتعلق في دعم دولة إسرائيل. شكرا جزيلا لك دكتور رادة أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا.